ثم رجع إلى نجد، رجع إلى بلاده، وكان متضايقاً مما عليه الناس، ولا يسعه السكوت على ما عليه الناس كما وسع علماء زمانه، بل إنه بدأ بالدعوة، بدأ بالدعوة على بصيرة، على هدى، بدأ الدعوة في بلد حريملة، مقر أبيه كان قاضياً فيها، بدأ الدعوة فيها، ثم ما طاب له المقام فيها رحل إلى العيينة، كان فيها تحت إمرة ابن معمر، وعرض على الأمير هذه الدعوة، تقبلها الأمير وناصر الشيخ، ناصر الشيخ، قامت الدعوة، وبدأ الشيخ بالتنفيذ، فهدم القبة التي على قبر زيد بن الخطاب في العيينة، كان الناس يقصدونها، ونفذ حد الزنا، رجم الزانية التي اعترفت. فلما بلغ أمير الأحساء الخالدي بن عريعر الخالدي، غضب على بن معمر وتهدده في أن يقطع ما يعطيه من المرتب إن لم يطرد هذا مطوع، يسميه مطوع، إن لم يطردها مطوع من بلده. فابن معمر عرض على الشيخ ما جاءه من التهديد، الشيخ أراد أن يطمئنه وقال له: ما عند الله من الرزق خير لك مما يعطيك فلان، عليك أن تتوكل على الله، والله جل وعلا يكفي من توكل عليه ويغنيك الله عن ذلك. لكن الرجل ما اقتنع، وطلب من الشيخ المغادرة. الشيخ رحمه الله غادر العيينة. إلى أين يذهب؟ ذهب إلى الدرعية، وكان فيها الأمير محمد بن سعود أميراً عليها، حاكماً عليها. وكان الأمير بن سعود مثل غيره من الأمراء يمشون على ما هم عليه، ويسمعون عن هذا المطوع، وأخذين حذرهم منه، أخذين حذرهم منه، هذا المطوع اللي جاء لعيينه كذا وكذا. ولكن الشيخ ذهب إلى تلميذه، تلميذ الله قال ابن سويلم في الدرعية، ونزل ضيفا عنده، نزل ضيفا عند تلميذه ولم يعلم به أحد، كان أمره بالأول خفية، فنزل ضيفا على تلميذه. علمت امرأة الأمير بقدوم الشيخ، وكان قد هداها الله، وسمعت بدعوة الشيخ، وسمعت واقتنعت بها، فقالت لزوجها الأمير محمد بن سعود: هذا رزق ساقه الله لك، هذا العالم الذي جاء إلى بلدك هذا رزق ساقه الله إليك، فاغتنم قبل أن يأخذه غيرك. فما زالت به حتى أنه لان معها، فقال: يأتيني؟ قلوا له يجي. قالت: لا، إذا طلبته قالوا الناس يبي عذبه ولا يبي يقتل، لكن رح لما أنت، رح لما أنت، علشان يقدرونه الناس، إذا جاءه الأمير يقدرونه الناس. شوف حنكتها وسياستها رحمها الله. فذهب الأمير إلى بيت ابن سويلم، وكان ابن سويلم خائفا على الشيخ، ولما جاء الأمير زاد خوفه، ما يدري وش القضية. دخل على الشيخ وسلم عليه، عرض عليه الشيخ أمره، فشرح الله صدره، شرح الله صدره لهذه الدعوة وقبلها، ووعد الشيخ بأن يناصره وأن يقوم معه، وتعاهد على ذلك. ومن ذاك الوقت قامت الدعوة في الدرعية، قامت الدعوة في الدرعية، وجلس الشيخ للتدريس والمناصحة والكتابة في الدرعية، وصار الطلاب يتوافدون عليه، وجد من يؤويه ومن يناصره، صار الطلاب يتوافدون عليه. ثم إنه تكون الجيش للجهاد، فغزوا ما حولهم من البلدان، ونصرهم الله على ما حولهم من البلدان، ودخلت تحت ولاية الأمير محمد بن سعود، بدل ما هو أمير على الدرعية فقط صار أميراً على نجد كلها،
دخلت البلاد تحت إمرته، وقام جيش الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقامت الدعوة